فام وفام ذا ليجندري ماتش بعد راوند 6 راوند 7 اوكي عندنا تون لينك منو تون لينك بالضبط يا رب يطلع اسم ترى شويه زي تون لينك هو تام وفالتين اوكي فام اوكي راوند 7 اوكي فهد يلعب تون لينك على قول بعض الريسورسز هنا فهد اللي هو فام ايه او تايجر على حسب الشاشه يعني لا على حسب اللعبه سوري شاشه ايه بس في اللعبه مكتوب تايجر ها تايجر هاي او تام فالتينا وانا تو خسرت على فكره باين في صوتك سهل وايد ولا شيء ايه باين عليك يعني عموما شوف فالتينا يالس تاكل ابيرز من تحت اوكي للاسف ما قدر استفيد من النوك باك من الهيد سنسوري من من البومب سهل ابدا مو مهتم بالمباراه اسمع يحسون فيه عموما الحين الافضليه عند يونغ لينك يا اخي الابير حقته صراحه رهيبه حق تون لينك اقصد طول بالهبل تون لينك مال الفلتين احسن ايه فلتين احسن بوايد بعد احس لانه اتوقع كانت بتجتل تون لينك على فكره هذا تقريبا نفس الوزن بس فلتين هذا واحده ثانيه اكبر وايد اكبر ليتش ترام اوكي ايوه اوه توقعت nice. حيروح فور فورورد سماش صراحه انا ما توقعت شيء كنت طالع انت لسه في السولت باك ثرو ما سوي دي اي عدل اتوقع بنتحر لا غريبه ليش ما اشتغلت ال شو اسمها هي ريتيكل او تريتيكل لانه كان بعيد والله هاي انا ببي فور ماريو ترى توني قاعد افكر ليش ما قاعد يسوي الريفلكترز وبعدين فجاه اكتشف انها موجوده عنده حظه ما نفعت معاه البيفت جراب من نص الستيج ما توقعت يعني يقولون هاي ثاني اقوى جراب في اللعبه ثاني اقوى باك ثرو في اللعبه اول وحده قلنا نس هاي ثالث مره اقولها في الستريم لا هالمره دي ثانك يو لودينج سكرين شات اوت تو لودينج سكرين سكند ليج جراب داون سماش ما سمع اوكي واخيرا شل الستوك 27% ديفيسيت تام وفام اسامي وايد اوكي ابير اخر شيء داش اتاك على فكره داش اتاك مال فلتينه تجتل هي وهذه ترى هنا في من اول قاعدين يسالون عنك في في السيستم في الستريم شو يقولون اوكي لينك جاب تو اب بي اخ لا ريو لايك ايك بليز مور نير احسن ريو بخسر بوي اي بنتران زرين وز انا فزت بجيكلي باف على ايك اصلا انا عاد عندي خسارة فزت بجيكلي باف على ايك خلاص لا تحاول تقلع نفسك سير فانترون كان عندك دكتور ماريو ما سويت ولا شيء خسرت قبلي ولا لا زين يا اخي اوكي اوف للاسف الاير دوج تام منو تام فاز لا شو اسمه فام فام فاز اصلا كنت متوقع نصاب زين يسوون بان الحين بنترون روح امرض مسكين اصلا مو بيالس يطالع ليش اذا يالس يطالع اوه ام براود زولين اوه شكرا عادي اخسر شي صح؟ حتى لو خسرت بدكتور ماري ضد ميوتل معفن يلا جيكلي باف اوه سوي هايب يا اخي ليش بوكيمون ستاديوم يا اخي مو بليجل يا لان فيها ترانسفور بيشن زغبية يا اخي ما قاعد اتكلم اغبى ترانسفور بيشن هل يطيروا ما يهبطون على الارض زين يا رب نعلق على المباريات زين عندنا جيكلي بوف الماتش اب حق منو حق بيكاتشو
شوف جيجلي باف اسف بنطلون بس اي ماتش اب ضدها يعني تعرف جيجلي باف كاونتر باك حقي راندوم ما فهمت من كثر ما هي اصلا كل شيء كاونتر باك حلوة الصراحة اوكي شكرا على التسليك عموما الحين جيجلي باف لا صدق اذا الحين جيجلي باف ترى بتموت هي عادي بس انا ما سويت رست توقع نشوف رست هالجيم لا ابدا باكير نسين باكير توقع يشوف بيكاتشو ينتحر بالفوق بي لا تام قاعد يلعب بيكاتشو وصراحة يعني اتس فيري مر قلت لك بنشوف رست شفنا رست اب سماش قبل ما يطلع اب سماش مونستر للاسف ما يقدر يتشرد لو شرب منها شاهي هاي نكتة بس واحد يفهمها فنترون زين صباح الخير هامي صباح الخير تو يقول تامن فام اوه زين الحين جيجلي باف اوكي اسف في احد هنا قاعد يدافع عن هامي جيجلي باف الحين بتفوت من اي حركة على فكرة يعني حتى قربت السنه تي ما اعرف ليش انا قرب بموت من غير ثرو بس قرب زين الحين شوف صدق كيف توقع يا بيكاتشو يروش الستوك يعني شو احسن طريقه شو الستوك فيها عندك الكونفورمز وايد فورورد الثالث في اللعبه تعرف ثالث قدام ممنوع بس شيكو زيرو سوت نشوف له تام بس يحاول يسوي اب سماش سواء يعني احنا مو بس قلنا زيرو الرست سوانا رستين بعد لا لا تايجر سكتنا مختفي من كم من دوري بس هالمره يا بدع خلاص يلا فانترون ماي نيم از اون ذات لونج انف شارجه فهد ما فهمت شيء اسف ولا انا شارجه